مكملين معاكم حلقتنا، ودايما بفرح لما الاقي شاب ناجح مؤثر في مجاله وكمان بيمثل مصر في محافل دولية وينجح وياخد لقب الأكثر تأثيرا في إفريقيا. عن إيه؟ عن تبسيط التراث للناشئة، يعني للشباب. واللقب ده حصل عليه من المؤسسة الإفريقية للفنون والتراث. تعالوا بقى نعرف إيه حكاية حصوله على اللقب ده، وكمان نتكلم معاه شوية عن تطور العواصم في التراث الإسلامي. منورني المؤرخ والباحث الأثري سامح الزهار. أهلا بيك يا سامح. أهلا وسهلا يا فندم. عامل إيه؟ الله يخليك. مشرفنا ومنورنا ومكبرنا في إفريقيا كلها. ربنا يخليك. وبل العالم كله. شكرا جزيلا، ميرسي. في البداية عايز أقولك مبروك على لقب الأكثر تأثيرا في إفريقيا عن التراث. يعني عاوزك تحكي لي عن التجربة دي وتفهم مشاهدينا إيه الفكرة؟ في البداية شكرا للاستضافة الجميلة دي، وميرسي شكرا جزيلا. شوفي، أنا بشتغل في مجال التراث من وقت ما اتخرجت من الجامعة، ومهتم جدا طول الوقت إن أنا أقدم التراث بشكل مختلف شوية. أنت خريج إيه الأول؟ أنا كلية الآداب جامعة المنصورة قسم الآثار. أيوة. فتخصص تخصص. أنا العشق. بالظبط. أيوة. كده. فشفت إن الموضوع يمكن أكبر من الآثار كمان شوية. فكرة الآثار وتعامل الأجيال الصغيرة والشابة مع الآثار بتكون ملخصة دايما في فكرة زيارة الهرم أو المتاحف أو شارع المعز، الأماكن المعروفة، ويعني بمجرد التقاط بعض الصور خلاص بينتهي الزيارة وبتنتهي العلاقة مع هذا التراث. والحقيقة أنا بشوف، مش أنا بشوف بقى، يعني الدنيا كلها بتشوف ده الواقع طبعا. إن التراث العالمي أو التراث الإنساني بصفة عامة والتراث المصري بصفة خاصة ضارب في الجذور قوي وقديم قوي، واحنا تاريخنا من تاريخ الارض دي الحقيقة. وبالتالي مهم ان احنا نشتغل مع الولاد الصغيرين، ومهم ان احنا نفهمهم ايه هو التراث وايه هي الاثار وايه الفرق ما بين التراث والاثار، ونبتدي نشتغل معاهم من البداية. نقدر نحقق مكاسب كبيرة جدا صعب ان احنا نحققها مع الاجيال الكبيرة شوية. بدأنا ان احنا نعمل مجموعة عمل، نقابل ولاد كتير عن طريق بقى أسر الثقافة، عن طريق المكتبات وغيره وغيره وغيره، المدارس برضو نفس الحكاية. وبدأنا ان احنا نشتغل من خارج القاهرة، نقولنا داخل القاهرة ربما يعني يكون في شيء من الوعي اكتر من الاقاليم شوية او كده، نظرا لان الاثار اغلبها بتتركز في القاهرة. هو انا عايز اقول حاجة بمناسبة اطفال المدارس، الايجيبتولوجي بيدرس في جميع انحاء العالم الا في مصر، وده اللي هيجنني انا شخصيا، ان احنا اصحاب هذه الحضارة العريقة منذ بداية الانسانية الى الان ولادنا ما يعرفوش حاجة عن الايجيبتولوجي. يعني المسألة دي انا شخصيا مقرقاني ومضايقاني جدا جدا جدا. فعايزك تقولي ايه الفرق ببساطة بين الاثار والتراث. اولا تعقيبا على كلام حضرتك، ده كلام مظبوط 100%، واضيف عليه ان الايجيبتولوجي او علم المصريات، علم المصريات، هو الحضاره الوحيده اللي ليها علم في الدنيا كلها. يعني مش هلاقي فيه علم الصينيات، مش هلاقي فيه علم اليابانيات، مش هلاقي الكلام ده، هي المصريات. ده في المقام الاول. المقام الثاني، فكره بقى التراث بمفهومه. دايما عشان نفهم اي حاجه محتاجين ان احنا نضبط اللغه شويه، نشوف اللغه. لما هنرجع للغه هلاقي ان التراث هو الارث، يعني كل ما ورثه الأبناء أو الأحفاد عن الآباء أو عن الأجداد أو عن السابقين، فهو الإرث الإنساني بصفة عامة لهذه البلاد. التراث بينقسم عندنا لشقين مهمين جدا، التراث المادي والتراث الغير مادي أو التراث المعنوي. التراث المادي وهو الأشياء المادة اللي بقدر أشوفها بعيني، دايما أنا أقول حتى الولاد الصغيرين كده، حاجة اللي بتشوفها بعينك أو تلمسها بإيدك ده تراث مادي، يعني المباني القديمة، المدن القديمة، التحف، الآثار المنقولة كلها، الهرم، المسلة، جامع السلطان قلاوون، السلطان حسن، كل الكلام ده هو ده التراث المادي. يبقى أقدر أقول إن الآثار هي بتشكل 50% من التراث، وهو التراث المادي. أما التراث الغير مادي، وللأسف الشديد ده دايما بيجي في مرتبة يعني بعد التراث المادي بشوية، لكن أنا بشوف أنه ما يقلش عنه أهمية، بل أحيانا طبعاً يزيد أهمية. التراث بقى اللي ليه علاقة بالثقافة والفنون، بالعادات، بالتقاليد، بكل الكلام ده،
هو بالأكل، الظلال طبعا، الأكل بتاعك تراث، طبعا الأكل دي والشرب الهوية بتاعتك بالظبط اللي كده، الأعمال المفروض الفنية، بالظبط الغنى القديم، غنى الصيادين وغنى الفلاحين وغنى الصعايدة وغنى الفولكلور العمال بتاعك. بالظبط، كل ده أمثالنا الشعبية، كل الكلام ده. ولذلك بدأنا إن احنا نقول محتاجين إن احنا نقدم للشباب بتوعنا والولاد الصغيرين فكرة بقى التراث بمفهومه الشامل، إن أنا مثلا هوديه منطقة شارع المعز وهدخله الاثار اللي موجوده وهكلمه عن التراث الانساني، انفاس الانسان اللي موجوده اللي معششه بين الحجر هنا وبعضه، مش مجرد ان دي مبنى ارتفاعها كذا او ده برج حجمه كده، لا انا مهم ان انا اعرفه ان كيف كان يحيى الانسان في هذا المكان، كمان اعمل ربط ما بين الماضي وما بين الحاضر. الولاد دلوقتي متربيين على ثقافات يمكن تختلف شويه عن الاجيال بتاعتنا اتربت عليها، المجتمعات المغلقه يمكن اكتر شويه، اغلب الوقت في من الكومباوند للنادي للمدرسه، فبقى الشارع مش مطروق قوي بالنسبه لهم، فلا محتاجين ان احنا نقرب ده تاني ونعرف ده تاني، وابتدي افهمه ان المدينه التاريخيه اللي بتمثل لك النهارده متحف دي من 1000 سنه او من 700 سنه او من 500 سنه حسب المنطقه اللي احنا فيها، ده كان المجتمع، هو ده كان المدرسة بس ده بشكلها القديم، وده كان النادي بس بشكله القديم، وده كان البيت بس بشكله القديم، وهكذا. فابتدينا ان احنا نعمل وثائقيات، ان انا اقدم موضوعات في اغلب مجلات الاطفال العربية، افلام كرتون، كل ده بدأنا ان احنا نشتغل عليه، مسرح، وعملنا مسرح من الاطفال وبدأنا نلف بيه المحافظات وهكذا، مسرح تاريخي بالمناسبة. برافو عليك. كنا بنعمل لهم عروض من الدولة الفاطمية، أرض الخلافة كان أول عرض عملناه بولاد صغيرين من سن 4 سنين ل 18 سنة. تؤرخوا للي بتعملوه؟ إحنا شغلنا هنلاقيه كله عندي على البيج بتاعتي وعلى صفحة البيج بتاعتك اسمها إيه؟ سامح زهار باسمي، دي موثق عليها كل العمل ده، وعلى بعض الصفحات الأخرى، هيئة قصور الثقافة، قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وزارة الآثار، كانوا طبعًا من الشركاء اللي موجودين معانا، فده بنحاول إن إحنا دايمًا طول الوقت إن إحنا نقدم الموضوع من غير الفزلكة قوي يعني، وفي نفس الوقت مش بساطة ما تبقاش مخلة، لا يبقى أقدر إن أنا أقدم المعلومة بشكل قوي. وبالمناسبة يعني إحنا دايما لما بنكلم الولاد وبنقابلهم وبنقدم لهم ده حتى في المسرح اللي عملناه عشانهم، دايما أنا شخصيا بعتمد اللغة العربية الفصحى المبسطة الميسرة، وده كان دايما في الاجتماعات الشغل وورش العمل يقولوا لا خلينا باللغه العاميه هتبقى اقرب شويه، هي مش لغه، هي لهجه، العاميه لهجه مش بالزبط. لغه بالظبط، فاللغه العربيه بتاعتنا لازم نفضل نشتغل بيها نضغط عليها. ايوه نضغط عليها، ودايما اقول لهم انا مش عايز انزل للولد سلمه عشان الموضوع يبقى سهل. أيوة. طب ما انا صعب الموضوع واخليه يطلع لي هو سلمه بالظبط كده، يعني خليه هو يطلع لي ويحب سلمة. لغه الام طبعا. طبعا ده شيء مهم، واللغه ايضا تراث، اللغة أهم مفاتيح التراث طبعا. الولاد اللي بتشتغل معاهم وصغيرين لما بتكلمهم في موضوعات كده تراث وآثار وفنون من النوعية دي وباللغة العربية، استقبالهم للحكاية بيبقى إزاي؟ أول مرة بيبقى الموضوع صعب شوية، وبيبقى يعني إيه اللي حضرتك بتقوله ده، ودي اشرحها لنا تاني، ودي قولها تاني. تاني مرة بيحاولوا يقلدوا، ثالث مرة بيقولوا هو ليه التاريخ اللي بنسمعه عندك، مش عايز اقول بس عشان ما تزعلش مني الاصدقاء يعني، بس بيقولوا التاريخ اللي بنسمعه هنا الطف من التاريخ اللي في كتاب المدرسة. أيوة. يعني دايما كده. فهي الفكرة في الموضوعات المختارة وآلية الطرح. مزبوط. هي دي الفكرة، ولازم يعرف ان ارتباطه بالتراث ده ارتباطه بنفسه، مش علشان هيمتحن وبعد الامتحان ينسى الكلمتين، هي الفكرة مش كده. انت معايا سامح ان احنا مفروض ندرس اللغه الهيليغروفيه للولاد من صغرهم؟ تعرف ده لو درسوه من صغرهم وراحوا اي معبد بالمعابد وشافوا الحروف هيعرفوا يقروا، ده هيشدهم للارض دي اكتر ويعمق ارتباطهم بيها وهيفهموا تاريخهم بجد. طب معايا في الحكايه دي؟ جدا جدا جدا، خاصه ان اللغه المصريه القديمه الهيروغليفيه طبعا على راس هذه اللغات، يعني هي لغة فنية جدا لأنها رسوم بالظبط، يعني حتى مش مجرد حروف جامدة، لا ده هي كمان رسوم، يعني فبيرسم شكل طائر أو شكل زهرة أو شكل حاجة زي كده، فليها دلالة، فالموضوع فني جدا. فمهم التعليم اللغة المصرية القديمة، مهم التركيز برضو على طبعا اللغة العربية، التركيز على فكرة التاريخ بسلسلة، يعني ما ينفعش ان المرحلة الابتدائية بتتكلم في وادي والمرحلة الاعدادية في وادي والمرحلة الثانوية في وادي تالت، واول ما يدخل الجامعة انا ببني عقل الانسان بالظبط، فلازم كده ابنيه صح بقى بالظبط كده، هي زي بنى الحضارة بالظبط، بنى تراكمي،
بتيجي دولة ورا دولة وحاكم ورا حاكم وسلطان ورا سلطان وشعب ورا شعب، يبتدي ان هو يبني ويكمل على شغل اللي فات. مهم دراسة التراث تكون بهذا الشكل. انا مش عايزة اغفل الجايزة واهميتها، وازاي لما بلغوك بيها ووصلت لها ازاي، يعني كم سؤال في بعض كده، هو الموضوع كان بالنسبة لي في السنة اللي قبلها كمان، ده كان الكلام ده في نهاية، تم الإعلان عنه في نهاية 2020، في نهاية 2019 اتكرمت من دولة الهند كأحد أهم 100 شخصية في العالم بيشتغلوا في مجالات الشباب وكده. فالموضوع كان احنا ممكن نوصل، يعني احنا وهنا احنا ممكن طبعاً. ممكن نبعت ايميل ونقول احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل، وعندنا ما يعزز موقفنا. وانا بشوف دايما ان احنا اصحاب اهم حضاره على الارض، واحنا كمصريين حقنا، لان احنا اهم علماء اثار في الدنيا مش مصريين، يعني بلاقي انجليز وبلاقي امريكان وبلاقي المان ومعاهد استشراق بياكلوا عيش على شغلنا احنا. بالظبط كده، احنا فين بقى؟ فمهم ان احنا نتعاون معاهم، ولو عندهم حد شاطر نتعلم منه مش مشكله، بس نقدر ان احنا نقدم الجديد بقى اللي موجود عندنا. قدمنا في المسابقه، بعتنا لهم قلنا لهم احنا طالما انتم عندكم فرع يعني بيتناول التراث، مهم ان انتوا تبصوا على شغلنا. شافوا الشغل، حبوا يتاكدوا منه، بداوا يتاكدوا منه، وبداوا يشوفوا طب هل في لقاءات اعلاميه موجوده عنه، فلقوا. طيب هل الشغل ده مسجل فيديو، فلقوا. حاجات زي كده طبعا تعزز الشغل، وبدا يبقى في انتخاب لهذا الموضوع. كان ما بين 5 متسابقين يعني من 5 دول. كان في من شمال افريقيا، وكان في احنا هنا كنا مصر، وكان في من جنوب افريقيا برضو. والحمد لله الملف المصري حاز القبول، بيبقى تصويت واقتراع سري من اللجان العلميه، وبيفضل بقى الاعداد تتصفى لحد ما ملف بيحوز يعني. اما استقبلت خبر الجائزه ايه؟ والله ما كنتش مصدق في البدايه وكنت حاسس ان، لان برضو الزملاء في دول كتير وملفات كتير قويه يعني. الموضوع مش هين، لكن انا كنت سعيد لاسباب كتيره جدا. السبب الاول ان الجائزه جايه باسم مصر، وده حاجه مهمه جدا. السبب الثاني ان هي جايه من الوطن الكبير شويه، من افريقيا طبعا. مش جايه من حته تانية، فده برضو كان سعاده على السعاده. الحاجه الثالثه ان هي بشغل الشباب الصغيرين وبالولاد وبالنشأ، الموضوع مرتبط بكده. الحاجه الرابعه ان هي في ملف التراث. الحاجه الخامسه ان انا اللي فزت بالجائزه، فطبعا يعني ده كان كل ده كان بيخلينا يبقى عندنا دافع ان احنا نكمل، وان احنا نشتغل، وان احنا ما كناش بنضيع وقت السنين اللي فاتت دي كلها، وان كل باب خبطنا عليه وفتح لنا هو امن بفكرتنا، وكل باب يعني حاول ان هو شاف ان احنا بنعمل حاجه مش مهمه بعد كده كلمونا، واحنا رحبنا وتعاوننا واشتغلنا. فطول الوقت انا بشوف ان احنا طول ما احنا بنشتغل طول الوقت بننجز وبنعمل حاجه حقيقيه على الارض. مفيش شغل بيروح حباء، ربنا ما بيضيعش اجر حد احسن عمله، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. عايز ارجع للتراث تاني واستغل وجودك معايا. اتكلمنا شويه عن التاريخ والتراث الاسلامي، وعاوز اتكلم عن العواصم وتطورها في مصر الاسلاميه تحديدا. كلمني عن الحقبه دي او الفترات دي. مصر الاسلاميه تاريخ مهم جدا، ومصر الاسلاميه تاريخ عمراني وحضاري وثقافي وتاريخ مدني اكتر من انه تاريخ ديني بالمناسبه. طبعا. يعني احنا دايما عندنا او في فتره من الفترات لما كانوا بيقعدوا يقولوا اسلاميه يعني التمسح دي تجاره يا عزيزي. طبعا طبعا التمسح ده، فانا كنت دايما اقول لهم اذا كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام المرحله المكيه كان بدايه الدعوه، المرحله المدنيه بعد كده يعني يثرب بقت المدينه. في المدينه بالظبط. فبقينا مرحله مدنيه، والنبي فيها بيعقد اتفاقات وبيعمل علاقات دبلوماسيه مع الناس. اول دستور اتحط في المدينه. بالظبط كده، دستور علشان المدينه. علشان ينظم العلاقات والتعامل بين المسلمين وغير المسلمين. بالظبط كده، المؤخبين المهاجرين والانصار، كل بالزبط. ده شغل مجتمع وشغل مدينه، ده مش شغل دين بقى خلاص يعني، ده شغل مدينه. ولذلك كان الفاتحين الاوائل من الجيوش الاسلاميه لما بينزلوا اي مكان بيعملوا شويه حاجات. الحاجه الاولى هو لا يرغم احد على دخول الدين اطلاقا يعني. الحاجه الثانيه انه اول حاجه لازم يؤسس مدينه جديده، يعمل عاصمه جديده. فمصر هنا لما حصل ودخل الجيش العربي الاسلامي ودخل بمصاحبه المصريين وبمباركه المصريين جميعا، لا لازم اسس عاصمه ولازم اعمل مدينه، لان جزء من شكل الدوله ان يكون عندي عاصمه ويكون عندي مقر للحكم. فكانت مدينه الفسطاط، وبدات من هنا رحله العواصم العربيه المصريه الاسلاميه من بدايه مدينه الفسطاط. مدينه بسيطه جدا
مكانها النهارده اللي هي منطقه مصر القديمه في محيط جامع عمرو، لو حد حب انه يروح المكان. وجامع عمرو هو اول جامع كان موجود، وكان الجامع طبعا ما كانش بالشكل الحالي، كان شيء بسيط جدا. أيوة. وصغير جدا، حصل تقريبا توسعات فيما بعد بالظبط كده. المساحه المربعه اللي بتبقى على يسار الواقف امام المحراب هي دي المساحه الاصليه. وبلاقي ان المدينه بدات ان هي تؤدي دور اجتماعي وسياسي وعسكري وثقافي وتعليمي وديني. دخل بعد كده المصريين في الاسلام، او الاسلام انتشر واللغه العربيه انتشرت، الكلام ده ما بين القرن الثاني والقرن الرابع، يعني كان في وقت مرحله متاخره جدا. علشان بعض الناس اللي بيقولوا يعني ان حصل ارغام او حصل مش عارف ايه او كده، ما حصلش الكلام ده، ما فيش ارغام بعد 200 سنه ولا اقناع بعد 400 سنه بالظبط. تمام. تطور الزمن ومشيت الايام، وصلنا لزمن الدوله العباسيه والولاه العباسيين، فاصبح عندي عاصمه مصريه جديده، هي منطقه او عاصمه العسكر، عاصمه جديده واعده جدا، لكن ما خدتش فتره زمنيه طويله وما كانش ليها حظ قوي تكون بقلق الفسطاط. تيجي الدوله الطولونيه ويجي احمد بن طولون ويؤسس مدينه جديده وعاصمه جديده، وهي القطائع، وهي العاصمه الثالثه في العواصم الإسلامية. كما كانها فين القطائع بالظبط؟ القطائع هي في منطقة في حال خليفة، عندنا جامع أحمد بن طولون الجامع المشهور، هو ده. ما هي عاصمة ابتدت هنا وابتدت تتوسع تتوسع تتوسع, تتوسع. أي. لحد ما بتيجي عندنا القاهرة، والقاهرة بقى التفاصيل الكتيرة قوي. أولا أنا عندي القاهرة دي كذا مرحلة. المرحلة الأولى المبكرة من القاهرة وهي قاهرة الفاطميين، اللي هي تقريبا النهارده لما احب يعني اقولها بشكل مبسط منطقه شارع المعز من باب الفتوح لباب زويله، هي دي قاهره الفاطميين. وقاهره الفاطميين حتى ليها تراث معماري مختلف، خاص جدا خاص جدا خاص جدا. ودايما انا اقول لهم يعني حتى لما قبل الشباب الصغيرين، طبعا بحب الاثار والتراث جدا طبعا، وكل فتره بروح المنطقه واتفرج عليها اكني بشوفها لاول مره، طبعا بروح مختلفه. ايوه. دايما اقول لهم ان القاهره هي اول نموذج لفكره الكومباوند في التاريخ. دي حقيقه. مدينه ليها اسوار. أيوة. وليها ابواب مقفوله على سكانها، وليها المولات بتاعتها. بالظبط كده. المولات بتاعتها كانت الوكالات التجاريه. أيوة. فليها المولات بتاعتها وليها المدارس اللي كانت موجوده في المساجد بالظبط كده. لا حاجه عظيمه يعني، يعني وضع مختلف تماما. وتبدا القاهره بعد كده في رحله توسعات مع دوله المماليك. بعد كده دوله المماليك اللي هي في تقديري وفي تقدير المتخصصين أهم وأعظم حضارة عمرانية وثقافية وفنية مرت على هذه البلاد. الفترة طويلة، ثراء كبير جدا زخرفي ومعماري وفني، آثار، تراث. تاريخ دولة المماليك تاريخ عظيم جدا، ربما تاريخهم السياسي أو تاريخهم العسكري عليه خلاف. ده موضوع تاني طبعا. لكن أنا بتكلم في الإرث الثقافي اللي موجود، المساجد اللي موجودة، المدارس، الأسبلة، كل الكلام ده. لأ بلاقي إن في آثار. الأسبلة يعني السبيل يا جماعة. بالظبط كده. السبيل. وشوفي بقى السبيل في الشيء بالشيء يذكر يعني. السبيل في الحضارة الإسلامية مكان مهم، لأنه بيعتبر جزء من الآثار أو العمارة الخيرية، اللي هو انا بعمل سبيل ميه. أيوة. زي كولدير الميه في الشارع كده. أيوة. علشان الناس تشرب منه بشكل مجاني، فانا مش ببيع منه حاجه. ودايما السبيل ملحق بكتاب، لان الميه بتتباع على مر العصور على فكره، من ايام ما كانت القربه بتتشال القربه بقد كده، فعلى مر العصور الميه بتتباع. طيب. فبيقدموا للناس الميه بشكل مجاني، ادي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بيعمل في الدور الثاني غالبا يعني في اغلب الاسبله هتلاقي ده موجود كتاتيب، والكتاب ده اللي هو يعني المدرسة الصغيرة علشان يعلم الأولاد الأيتام القراءة والكتابة والحساب والقرآن وغيره. تمام. وبالتالي هنا بيأدي دور اجتماعي. على فكرة أنا رحت الكتاب. وأنا رحت الكتاب. أنا معظم القرآن اللي أنا حافظاه من الكتاب. صحيح. اللي هي مرحلة الكيجي، البري كيجي والكيجي دلوقتي. بالظبط. دي قبل المدرسة واللوح الارتواز. أنا مش قديمة قوي بس أنا حضرت ده. وصدق وتعلمت القرايه والكتابه في الكتاب والحروف. رحت المدرسه كنت بعرف اقرا واكتب وحافظه قران. صحيح. مرحله مهمه جدا على فكره. يا ريت المرحله دي ترجع تاني. باليات الزمن ووفق كل الضوابط المطلوبه، بس يا ريت ان هي فعلا تبقى موجوده بشكل جديد. المعلومه يمكن اللي مش ناس كتير تعرفها في الاسبله دي، ان اغلب الاسبله كان بيتعمل فيها احواض
اسبله برضو لسقايه الطيور والحيوانات. شوفي بقى احنا الحضاره العربيه الاسلاميه من امتى وهي تهتم الحي. جدا بالظبط كده تهتم الماء المستعمل من الانسان، البواقي الميه دي بدل ما تصرف هي خلاص لا مش 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 هينفع الانسان تاني يستعملها، لكن يجوز للحيوان يستعملها. تمام، فيبتدي ان هو يبقى عنده احواض يجمع فيها الميه دي بدل ما الميه دي تروح في الصرف، وكان زمان في انظمه صرف قديمه موجوده، لا يبقى موجوده للطائر وموجوده للحيوان طول الوقت. فهلاقي ان التراث في مصر، التراث المادي والاثار، لا طول الوقت موجود وحاضر في الذاكره وفي الثقافه، او زي ما دايما احنا بنقول ان التاريخ زي ما هو ظل الإنسان على الجغرافيا، التراث والآثار هم ظل أيضا للإنسان على التاريخ. إيه من وجهة نظرك أو من خلال دراساتك أهم عصر في العصور الإسلامية في العمارة بشكل عام خصوصا في مصر؟ كلها مهمة وكل عصر وفق الحاجات كتير جدا. أولا مدته الزمنية اللي قعد 100 سنة غير اللي قعد 500 سنة، وكل عصر ليه طابع مختلف. يعني مثلا لو هناخدها برضو سريعا هلاقي ان في العصور المبكره العماره كانت محدوده جدا لانها عصور مبكره لسه في فتوحات وفي بدايات في مصر، فالمساجد بسيطه جدا والبيوت بسيطه جدا لا تتعدى يعني غرفه وليها سقف بسيط ومن دور واحد بس في الفسطاط، بعضها كان دورين بس حاجات بسيطه من الطوب اللبني. يعني هلاقي ان في دوله الدوله الفاطميه في حاجة بقى مهمة جدا، الدولة الفاطمية أكتر الدول اللي أثرت في المصريين وسابت تراث كبير جدا، ولكنه تراث أكتر من أنه تراث معماري ومادي، هو تراث غير مادي، العادات والتقاليد وغير وغيره، كل عاداتنا وتقاليدنا في الأعياد وفي رمضان والاحتفال بأهل البيت والفانوس والفانوس والكنافة والعاشورة وكل ده من التراث الفاطمي كل ده. فهلاقي إن شوفي بقى هنا اللي كنا بنتكلم عليه في أول الحلقة، إن هو فكرة الاهتمام بالتراث مش بس التراث المادي هو اللي بيبقى، مش علشان هو من المادة أو من الحجر هو باقي، لا هو أيضا التراث الغير مادي بيبقى في نفوس الناس وفي ثقافتهم وفي ذاكرة الناس وبتتوارث الأجيال، والدولة الفاطمية خير دليل على ده. هلاقي الدولة الأيوبية كانت مسألة محدودة جدا لأن كانت فترة حروب وصراعات وغيره، فهلاقي فيه قلاع، هلاقي فيه حصون، آثار بسيطة. الدولة المملوكية هي اللي بلاقي فيها تراث كبير جدا وأهمية وزخم معماري كبير جدا، لحد ما بوصل للدولة العثمانية فبلاقي حالة من الخراب والاضمحلال المعماري والفني والثقافي. كان اضمحلال في كل شيء الحقيقة. في كل شيء الحقيقة، تراجع كبير جدا في حالة المجتمع وتراجع في تراث هذا البلد، وكمان يعني حاجات بقى كتير زي تهجير الصناع ونقلهم. لا ده قصة كبيرة محتاجة حلقة تانية. الحوار معاك ممتع وشيق، مبسوطة يا رب يكون في أجيال جديدة بتتفرج علينا دلوقتي ويستفيدوا. وشكرا المؤرخ والباحث الأثري سامح الزهار اللي نورنا النهاردة، وكون سعيدة جدا 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 بوجوده معايا النهاردة، وأكيد إن شاء الله يكون لنا لقاءات كتير ونسمع منه حكايات وحكايات تاريخية كتيرة. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.